متى اكتشفت أنه خالد عبد الرحمن هو مخاوي الليل؟ هو الحقيقة أنه كبداية لما بديت بالكتابة طبعا قبل أتعلم العود، فكنت أفرغ معاناتي. كم كان عمرك؟ والله في 24 سنة تقريبا. فاستمرت الكتابات طبعا بشكل ركيك، مجرد مشاعر يعني وآلام. هي مشاعرك وآلامك هذه اللي احنا عشقناها من يوم عمرك 24 سنة. طيب تذكر أول بيت كتبته؟ والله ما أنا فاكر، لكن من المعاناة أذكر خط القلم أرتجف يوم قرارك سمعته، وأقبل لك بروحي وعني تصدين، كذلك مغترف في عذاب. الله، مغترف في عذابي. كانت هذه ثلاث النصوص ومعها رابع والله ما يحضرني. كانت هذه أول بدايات الكتابات.